حدش بيقراها دلوقتي. اهلا بحضراتكم من جديد. دي او هذا موعدنا مع وقفتنا المعتاده كل اسبوع في استعراض لاهم عناوين الصحف وقراءه لما وراء هذه العناوين. يشرفنا كالعاده في هذه الوقفه الصحفيه ضيفنا الكريم الاستاذ نبيل زكي الكاتب الصحفي بالاهرام. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. استاذ نبيل هنبتدي بجريده الشروق اللي تحدثت عن الحدث الابرز الان يعني لدينا كمصريين عن الحادث الذي وقع لكنيسه العذراء في الوراق. العنوان يقول اربع ضحايا واربع معتقلين في جريمه الوراق، الالاف يشيعون الضحايا والامن يبحث عن الجناة في امبابا والمسلمون يتبرعون بدمائهم لانقاذ المصابين. اذا هذا الحادث يعني كيف تقراه؟ حضرتك قلت قبل الفاصل انه انا متفائل رغم كل هذا. يعني أنا معترض على كلمة الحادث. هذه الجريمة هي جريمة مروعة وخسيسة وجبانة بكل المقاييس، بتستهدف تحريك الفتن الطائفية، تمزيق النسيج الوطني الواحد، قتل على الهوية، لأن هؤلاء الضحايا قتلوا لمجرد أنهم ينتمون إلى الدين المسيحي لا شيء آخر. وده بيعتبر احط انواع الجرائم، بيسموه القتل على الهوية، زي ما كان بيحصل في لبنان خلال الحرب الاهلية، ان مواطن يقتل لانه مسلم او لانه مسيحي او لانه فلسطيني. ده حصل خلال الحرب الاهلية في لبنان سنة 1975 حصل 76. في العراق ايضا بعد وفي العراق على اساس شيعي وسني بالظبط. فانا في تقدير ان هؤلاء يستهدفون، هم تحليلهم ايه بقى؟ انه الاقباط نقطه ضعف، عايزين نضرب الدوله ونستهدف اسقاط الدوله. ايه نقطه الضعف؟ الاقباط نضربهم. يعني انا شايف ان دي جريمه همجيه، وأن الذين ارتكبوها لا يمتون بصلة على الإطلاق لبني البشر أو للإنسانية، إنما هم كائنات متوحشة تنتمي إلى عصور حجرية سابقة على التاريخ، تريد هدم المدنية، هدم النسيج الوطني، وأيضا إسقاط الدولة، وطبعا لا مكان هنا لسيادة القانون أو شيء من هذا القبيل. والهدف النهائي ضرب الجيش المصري لكي لا تكون هناك دولة في الأساس. وبالتالي هذه الجريمة يجب أن لا تغتفر. ضرب الوحدة الوطنية وضرب الجيش المصري زي ما حضرتك بتقول صعب أن أي أعمال ممكن تنجح في تحقيق ده، مش بس التلاحم المصريين بمسلميه وبأقباطه، لكن لأن مغزى التوقيت نفسه أن ده بيحصل في التوقيت ده اللي في أطرافي بتأبى أن مصر تواصل مسيرتها، اللي في رفض لمدنية الدولة زي ما حضرتك بتقول. فالشعب المصري يمكن الميزة للثورتين اللي فاتوا أن ما بقاش سهل يضحك عليه، صعب جدا ان الاخوه المسيحيين يسقطوا في هذا الفخ، هم على وعي وعلى درايه كامله بما يحدث، الدماء نفسها في هذه الاحداث المؤسفه النقراء بتمتزج ما بين المسلمين والاقباط، فصعب جدا يبقى في مجال تاني، يبقى في ثغره تعمل او تضرب الوحده الوطنيه. معانا عنوان تاني من جريده المصري اليوم استاذ نبيل، الجامعات تشتعل والقاهره تختنق، الاخوان تخطط لنقل الاحتجاجات. حضرتك عايز انا ده انا كنت عايزه حقيقه اربط الاحداث ببعض، احنا صعب ان احنا كل حادث نقرا بمنقى عن بقيه الحادث. لا 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 اللي حصل في محيط جامعه الازهر وفي الحرم الجامعي. اسف يعني بعتذرك. وتهديدات الاخوان قلت كلام مهم انا موافق عليه. انا موافق عليه. طب اقول العنوان وحضرتك قول لحضرتك عايز يا استاذ نبيل. المصري اليوم، الجامعات تشتعل والقاهره تختنق، الاخوان تخطط لنقل الاحتجاجات من الميادين الى الجامعات، والامن يبدا خطه ميدانيه لمواجهه الشلل المروري في العاصمه. والشلل المروري كمان في جزء عمدي صعب ان احنا نغفله. يعني الكلام اللي انا قلته لا يعني ان الاخوان سينجحوا في مؤامرتهم او في جرائمهم. تاكيد. للسبب اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، الشعب المصري سليم وكل هذه الجرائم لا تهزه ولا تغير مساره. مساره زي ما تفضلتي إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وأنا أذكرك بأن بداية الغضب الإخواني أو الإرهابي على الأقباط كان تضامنهم مع مشايخة الأزهر عندما وقع الاعتداء على
مشيخة الأزهر، فشارك مسيحيون مع المسلمين في الدفاع عن مشيخة الأزهر. ويمكن ده السبب ان بعد كده حصل الاعتداء على الكاتدرائية المرقوصية في العباسية، فاكرة حضرتك؟ فأنا بعتقد انه ايضا بيعاقب الأقباط على اشتراكهم في ثورة 30 يونيو وفي الخروج الأسطوري يوم 26 يوليو. فده مفهوم، ولكن كما تفضلت الأقباط نجحوا في إحباط كل هذا المخطط الإجرامي، بدليل التصريح الشهير لبطريرك الأقباط الأرثوذكس أنه مش مهم الكنائس تحترق، المهم محدش يموت، وإحنا لن نتحرك وسنتركهم يتغامرون ويرتكبون الجرائم بلا رد فعل من جانب الأقباط لهزيمه الايه المخطط. عشان كده الردة فعلا بتوصف بانها متعقله جدا الحقيقه، وبتعلي مصلحه الوطن فوق مصلحه الطائفه. اما عن موضوع الجماعات، يعني لانه هم عايزين الهدف انه نعمل شلل في الشارع، نعمل شلل في ممارسه الشعائر الدينيه، ونوقف ايضا حاله التعليم والعمليه التعليميه. كل هذا لن ينجح. طب ما قبل كده قالوا، انت النهارده بتقول عايزين يعملوا شلل مروري. طب قبل كده قالوا عايزين نعمل عصيان مدني، فين هو؟ وقالوا عايزين نعطل كذا وكذا وكذا. انت تلاحظ في هذا النوع من الجرائم انها مش موجهه للامن، للشعب. يعني انت لما ترمي زيت على الارض عشان السيارات تتزحلق وتخبط في بعضها، ده ضد الامن ولا ضد الشعب؟ ضد الشعب. نفس الشيء بالنسبه للشلل المروري، ده لتعكير حياة صفو حياة المواطنين في حياتهم اليومية العادية. هم يريدون باختصار تعطيل عودة مصر للحياة الطبيعية، تعطيل إحياء النشاط الاقتصادي، أيضا تعطيل عودة الاستثمارات والسياحة. بس هو ازاي كده بيشوف نفسه مصري؟ يعني أنا بستغرب إنه ده إصرار على تزايد حالة الغضب تجاه هذه الفئة. يعني هم في الآخر مصريين، هم مصريون ونحن مصريين، فيعني لماذا هذا الإصرار؟ يعني ما ده مصلحة الفرد دي عايزة مناقشة على مصلحة المجتمع. يعني إزاي حق مصالحي أنا كفرد من غير ما حق مصلحة البلد؟ أنا أذكرك بتصريح هام للفريق أول عبد الفتاح السيسي لصحافة واشنطن بوست الأمريكي، قال هؤلاء لا يعرفون معنى الوطن أو الوطنية أو القومية ولا يشعرون بالانتماء إلى هذا البلد. فما تجيش تقولي مصرية، هي المصرية مش مجرد جنسية موجودة كده يافطة، هي ممارسة. لما ناس أعلن في رابعة العدوية على المنصة إن في بارجتين حربيتين أمريكيتين تتجهان إلى الشواطئ المصرية، عملوا إيه؟ تهليل وتكبير. فين هنا بقى المصرية؟ لا مكان لها. صحيح. هم لا يشعرون فعلا بالانتماء الى هذا البلد. من المؤسف يا استاذ نبيل ان المواجهات اصبحت مميزه للمشهد المصري. بنشوف المواجهات اللي حصلت بين بعض طلبه جامعه الازهر المؤيدين للاخوان والامن. قبلها ببعض الايام كان في مواجهات بين التراس الاهلي وقوات الامن عند طريق المطار، ومواجهات ومواجهات وغيرها، وربما حتى يعني المواجهات الاخيره اللي حاصله في جامعه الازهر سواء في المحيط او داخل الحرم نفسه زي ما شفنا امبارح واول، ممكن تكون زي ما كتير متابعين بيشوفوا مش نهايه المطاف، مرتقب ان يكون في كتير من المنغصات اللي بيثيرها هؤلاء في هذه الفتره تمهيدا يعني او ما قبل جلسه محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي 4 شهر الجاي. الجديد في هذه المواجهات انها ليست فقط بين هؤلاء الارهابيين وبين الامن، لا، بينهم وبين الشعب. حضرتك بتلاحظي ان المواطنين العاديين هم اللي بيتصدوا ليهم في عده احياء شعبيه وعده مدن في المحافظات. اذا لم تعد مشكله هؤلاء الارهابيين مع الامن فقط، مع كل الشعب. وده بيوري لك ان احنا مش في حاله زي ما بيقولوا البعض في الصحف انقسام استقطاب، اطلاق مش انقسام. في عندنا الشعب في ناحيه وهذه الجماعه الارهابيه في ناحيه اخرى. وعلى فكره اكبر خطا ممكن نقع فيه ان احنا نتصور ان احنا بازاء جماعه سياسيه او حزب سياسي، لا، ثبت انها جماعه تمارس العنف وتمارس التكفير وتمارس تمزيق الوطن
وتمارس الإرهاب. طيب يعني ولا علاقة لها بالتراب الوطني، بدليل التراب الوطني ايه؟ ما هو كانوا عايزين يدوا اجزاء من سيناء انتوا عارفين لمين؟ وحلايبه للشلاتين. فين بقى هنا الوطنيه؟ فين المصريه؟ لا مكان لها. طيب بس الغريب يعني احنا مثلا من الاخبار الالتراس ينضم لمظاهرات طلبه الاخوان بالازهر، طلاب الثانويه قطعوا طريق لفتح تحويلات التنسيق الورقيه. الالتراس يعني الالتراس معروف انه المفروض صاحب نشاط رياضي، ايه علاقه الرياضه بالسياسه؟ احنا كان ايه اللي حصل؟ وده مش سر انا بقوله، يعني اصبح مش حقيقه معروفه، ان حبيب اسمه ده خيرت الشاطر كان اشترى بعض عناصر من هؤلاء. ودي معروفة. معروفة. فهم بيتحركوا دلوقتي على هذا الأساس. طيب. وعلى فكرة الأموال لسه يعني بتيجي يعني تتدفق وتستخدم لتمويل النشاط الإرهابي الآن. طيب لماذا لا يتم التضييق يعني أو تكثيف منابع التمويل من أساسها؟ يعني هذا شيء أعتقد هام جدا إذا كنا نريد تحجيم تصرفاتهم. كلامك مهم جدا. احنا دلوقتي في حاجه الى رفع مستوى كفاءه الشرطه اجهزه الامن، بمعنى استخدام احدث تكنولوجيا في العالم في محاربه الارهاب، في طرق جديده حديثه تستخدم فيها التكنولوجيا. ايضا في حاجه الى قطع الطريق على تمويل الموارد الماليه، بمعنى تكثيف منابع الارهاب. في حاجة أيضا إلى الاعتماد على المواطنين. شوفي فكرة الإرهاب اللي حصل، العمليات الإرهابية في التسعينيات قضي على معظمها بفضل وعي المواطنين، وإن هم جعلوا من نفسهم عيون ساهرة على أمن بلده. فكانوا لما يشوفوا حاجة تثير الشبهة يبلغوا. وبهذا استطاع الأمن ضرب أوكار خطيرة للإرهاب في ذلك الوقت. ففي تقديري ان المصالحه التي تمت بين الشعب والشرطه في ثوره 30 يونيو ممكن ان تكون اساسا لهذا. علاوه على بقى ان احنا لازم نرفع مستوى اجهزه جمع المعلومات. ليه بقى؟ نجاحك الحقيقي في مكافحه النشاط الارهابي معناها انك تقدري تحبطي العمليه الارهابيه قبل وقوعها. قبل وقوعها بايه؟ يكون عندك معلومات عن تحركات استباقيه، معلومات استباقيه قبل ما يحصل الحدث من الاساس. حضرتك كنت بتقول يا استاذ نبيل ان 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 في النهايه الصوره يجب الا تكون مغلوطه، بمعنى ان ما فيش انقسام بقدر ان في شعب في جانب متوحد على رغبات معينه واهداف معينه. مزبوط. وفي المقابل فصيل او جماعه، وجماعه محظوره اساسا في المقابل. صحيح. لكن ربما قناعات هذه الجماعه وما تروج لي حتى الان ان هناك انقسام حاد في المجتمع المصري، ويعني كانهم هم في وادي واللي بيحصل في البلد في وادي ثاني. لكن الاخطر ما يروج لي في هذه الفتره ان على الرغم من ان دايما بنقول ان من تلطخت ايديه بالدماء ومن حرض على القتل وما الى ذلك لا مجال ان يكون في تفاوض معاه، وفي محاولات اخفقت اخرها كان بادر الدكتور احمد كمال ابو المجد، لكن هناك ما يثار على أن هناك كثير من المبادرات والمساعي للتقارب بين الإخوان من جانب والدولة المصرية من جانب آخر تمضي قدما. الطريقة المثلى للتعاطي مع ذلك من وجهة نظرك؟ أقول لحضرتك أولا ردا على حكاية الانقسام، أعتقد أن الملايين اللي خرجت في 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو رد على هذه الفرية اللي بتكلم عن الانقسام. يعني لم يحدث في تاريخ مش بس مصر والعالم انه خرج هذا العدد من الملايين لكي يعلن ان هذه الجماعه خارج نطاق الخدمه. اما عن ما يسمى بالمبادرات وكلام عن المصالحات فهذا كلام خارج السياق، لانه لا تصالح ولا مفاوضات مع جماعه ارهابيه تستخدم العنف والقتل. وليس هذا فقط، انت دلوقتي زي ما كنا بنتكلم شويه جماعه تقتل المصريين، كل يوم بتسمع عن ضحايا شهداء من الجيش والشرطة في سيناء. مظبوط؟ كل يوم يقتلوه. إذا أضفت إلى هذا أنهم يستدعوا التدخل الأجنبي ويستقون بالخارج، يبقى دخلنا في